created with free version for non-commercial use. اللوحة هذه البعض منكم كان كيعرفها بحكم أن كانت يعني كنت كنعرضها كثير لأن كانت في واحد الشكل ولات في واحد الشكل آخر. هي عملت لا تكنيك واحد لا تكنيك خاصة اللي خلات اللوحة كتشبه اللوحات القديمة اللي هي موجودة في الكنائس وسميتها لابولوجي دو لا ريزوركسيون والثمن ديالها 30,000 درهم وهي متواجدة في هدبأ ارت سنتر بهذا الشكل هذا وكتكون هكا مع هذا يعني الستار الاخضر ديال الحرير ومع هذا البيت ديال البراق الله يرحمه اللي هي افنى في الله تبقى بالله والبراق الله يرحمه راه منشد ديال القرن العشرين ومداح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم طنجاوي توفى. فهذه هي اللوحه اللي كان في الاصل سميتها نور او اوشاليم ودابا ولا سميتها لابولوجي دو لا ريزيرفيرجن فور نون كوميرشال يوز. الثمن ديالها دي اغلى لوحه في الارت سنتر في هذا الوقت الثمن ديالها 30,000 درهم وهي موجوده في هدبأ ارت سنتر عبر الفيسبوك غادي تلقاو وسائل التواصل. Created with free version for non-commercial use.